النهارده تقريبا كل الكلام يخص لقاء الاهلي والوداد في المغرب ان شاء الله. هنبدا مع النادي الاهلي اللي بيواصل تدريباته، بيستعد طبعا لمواجهه الوداد المغربي. النهارده كان في مران لليوم الثاني على ملعب كهرمان كاليفورنيا، ده في كازابلانكا، وهو نفس الملعب اللي يعني كان عليه الفريق برضو امبارح. على فكره الملعب ده بيبعد عن الاوتيل اللي هم قاعدين فيه 20 دقيقه تقريبا بس. النهارده معسكر الفريق في الدار البيضاء كان بيركز تركيز شديد جدا طبعا من قبل الجهاز الفني واللعيبه على ان النهارده التدريبات تكون يعني بشكل جيد جدا، طبعا الاستعدادات داخل معسكر الاهلي على قدم وساق زي ما بيقولوا النهارده. النهارده بيتسو موسيماني المدير الفني كان بيلقي محاضره فيديو للعيبه، لعيبه الفريق في مقر اقامه الفريق في الفندق، وده علشان يشرح لهم امور فنيه كثيره جدا متعلقه بمواجهه الوداد يوم السبت ان شاء الله. المدير الفني بيسعى لايه؟ بيسعى انه يجهز اللعيبه بالشكل المناسب والجيد جدا للمباراه المرتقبه زي ما قلنا كابتن. هو النهارده يوم مهم ليه؟ لان النهارده بيعتبر كده في لغه الكوره هو البروبه الاخيره من حيث دي بنسميها احنا كلاعيبه كوره دي التدريبه الاساسيه دي دايما بيكون قبل التدريب بيكون في مناقشه على الفيديو. المدير الفني بيشرح خطته التدريبيه، كل المجموعه موجوده بس مش اللي هيبدا المباراه، وبيحاول يطبق بعض الـ الجمل التكتيكيه. وعشان كده حرص طبعا موسيماني والكابتن سيد الحفيظ ان يكون في سريه تامه في التدريبات، وخاصه طبيعي. تدريب النهارده طبيعي. بكره طبعا الامور بتختلف، وبكره كمان هيكون تدريب يمكن على بعض النقاط الخفيفه ما بيكونش باين بشكل كبير، لان بكره هيكون في جزء كبير من الصحافه موجوده. وبالتالي النهارده زي ما انت قلت يا سهام التركيز عالي جدا، واحنا شايفين من ساعه البعثه ما وصلت ان كل اللعيبه رغم المباراه صعبه والتركيز عالي لكن في هدوء، وده مطلوب ان شاء الله. كل واحد بيقوم بدوره فعلا. لا هدوء كمان يا لعيبه مدرب يعني الجهاز الطبي حتى. صحيح. بس في حاجه مهمه برضو عايزه اقولها وانت فكرتني دلوقتي بالنسبه للتشكيل، وان احنا هنا حتى احنا طبعا يهمنا جدا انه الفريق بتاعنا يكون في افضل حال، واكيد طبعا لما احنا هنا حتى لما بنتكلم عن التشكيل المتوقع وكذا مع ضيوفنا اللي بيكونوا مشرفينا اكيد يعني ما دخلناش عقل موسيماني وعارفين التشكيل ان احنا بندي توقعات، وده وارد في من كل وجهة يعني نظر الضيوف حتى اللي بيجوا لنا ده طبيعي جدا ان انت هي يعني المباريات الكبيره كده دايما المباريات الكبيره حتى مباريات مثلا الاهلي والزمالك قبليها بيطلع توقعات التشكيل ايه، ممكن طريقه اللعب طبيعي. ايه، وده ممكن يختلف بشكل جذري عن ممكن التفكير اللي بيفكر فيه موسيماني، ممكن يلعب بطريقه لعب مختلفه، ممكن العناصر نفس اللعيبه في مراكز مختلفه، فكل دوت احنا بنجتهد، وزي ما انت قلت سهام احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني بنحفز لعبتنا وبنبقى سبورت ليهم، واي حاجه بتتقال من الناحيه الفنيه ده اجتهاد، يعني ضيوفنا طبعا عندهم فكره عن الكوره وانا كمان اشتغلت يعني في التدريب، فكلها اجتهادات وطبعا توقعات كتيره. ده صحيح.